الولادة الطبيعي وأثرها على العلاقة الزوجية فيما بعد. أنا عندي ستات كتير جداً بتطلب إن هي تولد ولادة قيصرية علشان هي خايفة من أثار الولادة الطبيعي وشكلها وإحساسها في العلاقة الزوجية ما بعد الولادة. في الحقيقة هي الولادة الطبيعي بتسبب مشاكل، من ضمنها اتساع في المهبل أو ارتخاء عضلة المهبل، كمان بتغير الشكل. الست ثقتها في نفسها بتقل، احساسها هي وزوجها في العلاقة الزوجية بيقل، وبتبدأ تشتكي والزوج بيشتكي انه لا احنا عندنا مشكلة، فتلجأ الست ان هي من الاول ما تولدش طبيعي. في الحقيقة مش هو ده الحل. الطبيعي، الولادة الطبيعي المسار اللي ربنا خلقه للولادة، انما الاثار بتاعت الولادة الطبيعية الحمد لله دلوقتي بقى فيه تقنية اسمها الطب النسائي التجميلي بتصلح كل المشاكل اللي بتتركها الولادة الطبيعي ما بعد الولادة. هنتكلم عن أهم حاجة فيها وهي اتساع المهبل. كل الستات بتخاف من عملية تضييق المهبل علشان الجراحة، بتدخل العمليات بتقعد 6 أسابيع ما بعد العملية عندها شوية وجع شوية إمساك، بيبقى فيه خياطة وبيبقى فيه غرز وبيبقى فيه بنج كلي، فالست بتبقى خايفة. هل احنا عندنا حل تاني غير كده؟ عندنا تضييق المهبل عن طريق الهايفا او الليزر. ده بيبقى جهاز بيعمل موجات صوتية مكثفة بتعمل على شد عضلات المهبل. الست بتتحسن فورا بعد الجلسة وبتفضل تتحسن كذا شهر وراء الجلسة، لانه الموجات دي بتعمل على تصنيع الياف عضلية جديدة، فكل يوم بتبقى احسن من اليوم اللي قبله. ميزة الليزر او الهايفو عن الجراحة انه بياخد بس 1/3 ساعة، بيتعمل في العيادة، مفيش وجع، مفيش بنج كلي، الست بترجع لحياتها الطبيعية بعد اسبوع. ولكن ده ما ينفيش ان في بعض الحالات مستدعية جراحة، وانه ممكن ما تبقاش النتيجة مرضية بالنسبة لها عن طريق الليزر، وساعتها احنا بنضطر ان احنا نعمل الجراحة، نعمل حاجة اسمها كلاسيكال ريبير، بنرفع المهبل او بنصلح السقوط المهبلي وبنضيق، وساعتها برضو في الاخر بتوصل للنتيجة اللي هي عايزاها وبتبقى ساتسفايد ومبسوطة هي وجوزها.